قرطة، مكتب الخدمات الفنية في بلدية الشعب الرقة، المسؤول عن المداخل والدوارات. العمل حاليا قام على تأهيل دوار الساعة بعد الانتهاء من دوار الصوامع ودوار الدلة ومدخل المدينة الغربي مدخل الفروسية. المدة تقريبا شهرين، إن شاء الله الدوار يرجع مثل ما كان أحسن، إن شاء الله نرجع البهجة للمدينة. يعتبر دوار الساعة من أهم المعالم الأثرية في مدينة الرقة، إن شاء الله الشغل مستمر وإن شاء الله نحو الأفضل.